اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع طاجين رائع بنين ولذيذ في المتناول، والاهم من هذا انه صحي. فاذا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا الينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتم من الأوفياء القناة نجدد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات بالروبو ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة لطيفة ثيرموميكس، سنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بالروبو ثيرموميكس. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هذا الطاجين. واحد طاجين سلطو جوج بصلات، نزيد الدجاج بعد ما غسلناه مزيان، نزيدو القزبر والمعدنوس والثومة اللي شلضناهم جميع، سكينجبير، خرقوم عواد، بزار، الملح حسب الذوق، زيت الزيتون. نشرمل الدجاج مزيان بهاد الإقانة، نتكو هنا شوية في الصدر تاعو، باش تدخل فيه الإقانة، قادتو في الطاجين. نزيد شوية الماء هنا في الجناب، نشعل النار على المهل وندير هاد الحديدة كيف تعرفوا، من حيث سنطيبو في طاجين الطين باش ما يتكسرش لينا تحت تأثير النار. نحط الطاجين ونغطيه ونخليه يطيب على المهل. ستشوفوا معايا طاجين طلقينا الماء من حيث البصيلة تطلق الماء والدجاج عاد الماء اللي درنا، وباش ما يفاتش لينا نديرو واحد المعلقه ولا مغرفه بحال هكدا ونغطيه ويكمل الطياب. بعد ما يطيب الطاجين كيف تشوفوا معايا ويطيب الدجاج، ناخذ واحد الشيسان، ناخذ شويه ديال المرق وندهن الدجاج. اللي بغى يدهنو بالسمن او يدهنو بالزبده يدهنو، انا نكتفي بالمرق. وندخلو يتحمر في الفران مشعول من الفوق. هنا عندي البطاطا اللي نقيتها وغسلتها ومسحتها من فائض الماء، دير فيها شوية الملح حسب الذوق، معلقة صغيرة تاع زيت المائدة، نخلط مزيان. نجي نديرها في القلاية الهوائية، اللي بغى يقليها بالزيت يقليها. غادي نبرمج نص ساعة حرارة 200، كل 10 دقائق نحل ونقلب البطاطا باش الفوق يتحمر بحالو بحال التحت. مرة نحل نشوف البطاطا، نقلبها بحال هكذا، نعاود ردها تكمل الطياب. نيجي نخرجوه من الفران بعد ما تنحمروه شويه، تيجي على هذا الشكل رائع والمريقه واقفه ومبنى. نزيدو عليه الفريز، وهكذا البنات كيف شفنا جميع
طيبنا طاجين دجاج رائع وبنين محمر، والمريقة تاعته عاقدة ولا أروع في المذاق، طيب بطريقة صحية أحسن من البطاطا، طيبة بطريقة صحية بدون حمام زيت. فإلا عجبتكم الوصفة وعجبكم هالطاجين جربوه، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليه بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات، بارطاجي الوصفة مع الأهل والحباب باش تعم الفائدة. التي يرغب في وصفات بالروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة لطيفة ثيرموميكس، نتقاسم معكم بها عدة وصفات بالروبوت ثيرموميكس. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى في المتناول وصحية.